موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختار موسى قومه 70 رجلا ميقاتنا. لما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل على الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وهذا القول إبانة من الله جل ثناؤه عن أن الذين وعد موسى نبيه عليه السلام أن يكتب لهم الرحمة التي وصفها جل ثناؤه بقوله ورحمته وسعت كل شيء هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يعلم لله رسول وصف بهذه الصفة عن الأمي غير نبينا صلى الله عليه وسلم، غير نبينا صلى محمد صلى الله عليه وسلم. وبذلك جاءت الروايات عن أهل التأويل عن ابن عباس: فسأكتبها للذين يتقون، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن سعيد في قوله: فسأكتبها للذين يتقون، قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال موسى عليه الصلاة والسلام: ليتني خلقت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل هذا اللفظ روي يعني عن غير يعني واحد من التابعين، كما سبق ذكرنا ذلك عن قتادة في إلقاء الألواح، ولا يثبت لا في كتاب ولا في سنة. عن سعيد بن جبير: فسأكتبها للذين يتقون، قال الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. عن نوف الحميري قال: لما اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتهم، قال الله لموسى: أجعل لكم الأرض مسجدا وطهورا، وأجعل السكينة معكم في بيوتكم، وأجعلكم تقرؤون التوراة عن ظهر قلب عن ظهر قلوبكم، يقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير. فقال موسى لقومه: إن الله قد يجعل لكم الأرض طهورا ومسجدا، قالوا: لا نريد أن نصلي إلا في الكنائس. قال: واجعلوا السكينة معكم في بيوتكم، قالوا: لا نريد إلا أن تكون كما كانت في التابوت. قال: واجعلكم تقرؤون القرآن التوراة عن ظهر قلوبكم، ويقرؤها الرجل منكم والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، قالوا: لا نريد أن نقرأها إلا نظرا. فقال الله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة
إلى قوله أولئك هم المفلحون. وأنه من يقول هذه الآثار ينظر إلى أنها إنما حصلت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقرأ القرآن الصغير والكبير يقرؤونه عن ظهر قلب، والأرض جعلها الله لهم مسجدا وطهورا. النوف البكالي قال: لما انطلق موسى يفدي بني إسرائيل كلمه الله فقال: إني قد بسطت لكم الأرض طهورا ومساجد يصلون فيها حيث أدركتهم الصلاة إلا عند منحاض أو قبر أو حمام. وجعلت السكينة فيكما وجعلت السكينة في قلوبهم وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنتهم. قال فذكر ذلك موسى لبني إسرائيل صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا، فاجعلها لنا في تابوت، ولا نقرأ التوراة إلا نظرا، ولا نصلي إلا في الكنيسة. فقال الله: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة حتى بلغ أولئك هم المفلحون. فقال موسى عليه السلام: يا رب اجعلني نبيهم. قال: نبيهم منهم. قال: رب اجعلني منهم. قال: لن تدركهم. قال: يا رب أتيتك بوفد بني إسرائيل فجعلت وفادتنا لغيرنا، فأنزل الله من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. قال نوف البكالي: فاحمدوا الله الذي حفظ غيبتكم وأخذ لكم بسهمكم وجعل وفادة بني إسرائيل لكم. نوف البكالي من القصاصين الذين يعني غلظ ابن عباس رضي الله عنه في كثير من القصص الذي يذكره. النوف البكلي مثل نحوه، لأنه قال: فإني أنزل عليكم التوراة تقرؤونها عن ظهر ألسنتكم رجالكم ونساؤكم وصبيانكم قالوا: لا نصلي إلا في كنيسة. ثم ذكر سائر الحديث نحوه. سعيد الجبير: فسأكتبها للذين يتقون. قال: أمة محمد، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن السدين: فسأكتبها للذين يتقون. قال: هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عن قتادة قال: لما قيل فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، تمنتها اليهود والنصارى، فأنزل الله شرطا بينا وثيقا فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وهو نبيكم صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يكتب. قد بينا معنى الأمية فيما مضى بما أنا عن إعادته، هو الذي لا يقرأ ولا يكتب. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن الله افترض على يعني على الأمم من قبلنا، أمم الأنبياء، أن يؤمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذ وجدوا خبره في التوراة والإنجيل، وإن لم يدركوا زمنه لكنهم يعتقدون وجوده وصحة نبوته، وأن الله عز وجل قد اجتباه وأوجب على الخلق متابعته وأخذ من الأنبياء عهدهم ومواثيقهم وعلى أممهم، أنه إذا بعث صلى الله عليه وسلم اتبعوه ولزمهم متابعته. فاعتقادهم ذلك يلحقهم بمن وعدهم الله عز وجل الرحمة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهؤلاء يرحمون، لأنهم لم يكذبوا برسول من رسل الله،
بل كانوا يعزمون على أنه لو بعث الرسول صلى الله عليه وسلم لآمن، إذ أن المسيح بشر بالرسول صلى الله عليه وسلم فقال وبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وتسمعون في هذه الآية أن التوراة فيها ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن كان مؤمنا بالتوراة ومؤمنا بالإنجيل لا بد أن يكون مؤمنا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث وبعد أن يبعث بطريق الأولى، لكن أكثرهم أو عامتهم يكذبونه ونعوذ بالله، فقد كذبوا نبيهم وكتابهم حين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، قال ابن جرير فإن الهاء في قوله يجدونه عائدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محمد صلى الله عليه وسلم. عن السدية الذين يتبعون الرسول النبي الأمي هذا محمد صلى الله عليه وسلم. عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن عمرو بن العاص قال فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. سبب ذلك أن عبد الله بن عمرو وجد زميلتين يوم اليرموك فيها من كتب أهل الكتاب، فكان يحدث منها، كان يعرف التوراة باللسان العربي يعني يستطيع الترجمة. ولذا سأله عطاء بن يسار عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة لعلمه بما فيها من الزاملتين. قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة كصفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي صلى الله عليه وسلم، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غلي ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فنفتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. قال عطاء ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك فما اختلف حرفا إلا أن كعبا قال بلغته قلوبا غلوفيا وآذانا صموميا وأعينا عموميا، الحديث في البخاري. والله إنه لمن أعجب الأمور أو أوضح الأدلة على أن أهل الكتاب غيروا في كتابهم. هؤلاء الأوائل يذكرون صفة صريحة عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، منهم من كان عربيا فاطلع على الكتاب، ومنهم من كان يعني يهوديا فأسلم ككعب الأحبار، ومع ذلك فهذا موجود في الكتب، فكيف وقد زال منها الآن؟ فعلا لما وجدوا ذلك أزالوه، لأن الصفة التي ذكرت في التوراة هي كصفته في القرآن وصفته في الواقع، لا تنطبق على أحد إلا على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبالفعل كانت الملة عوجاء في اليهودية والنصرانية، فانتشرت لا إله إلا الله في آفاق الأرض ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته إلى الله عز وجل. وهذا الشعار شعار أهل الإسلام لا إله إلا الله، مع أنه في التوراة والإنجيل
إلا أنه لا يقول به أحد منهم ولا يعلمونه للناس ولا يهتمون إلا بأغراضهم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وبعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. في الرواية الأخرى عن عطاء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص بن عمرو بن العاص فذكر نحوه، إلا أنه قال في كلام كعب: أعينا عموما وآذانا صموما وقلوبا غلوفا. في الرواية الأخرى عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن نحوه: وليس فيه كلام كعب. عن قتادة قال: قال الله الذي يجدونه مكتوبا عندهم، يقول يجدون نعته وأمره ونبوته مكتوبا عندهم. سبحان الله، جعلهم الله يعرفون كما يعرفون أبناءهم بدقة الصفات ومن وضوحها وجلائها. سبحان الله، وتفرده صلى الله عليه وسلم عبر الزمان والمكان بهذه الصفات، فلا يوجد أحد فيه هذه الصفات قامت له قائمة ولا ودعوة، وانتشرت به كلمة لا إله إلا الله التي هي أول الوصايا في الوصايا العشر: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك بكل عقلك وقلبك وفكرك. قال: القول في تأويل قوله: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: يأمر هذا النبي الأمي أتباعه بالمعروف، وهو الإيمان بالله ولزوم طاعته فيما أمر ونهى، فذلك المعروف الذي يأمرهم به، أي ما عرف في الشرع حسنه، والإيمان أعظم ذلك. قال: وينهاهم عن المنكر وهو الشرك بالله والانتهاء عما نهاهم الله عنه. وقوله: ويحل لهم الطيبات، فذلك ما كانت الجاهلية تحرمه من البهائم والسوائل والوصائل والحوامي، ويحرم عليهم الخبائث، وذلك لحم الخنزير والربا، وما كانوا يستحلونه من المطاعم والمشارب التي حرمها الله. عن ابن عباس: ويحرم عليهم الخبائث أو لحم الخنزير والربا وما كانوا يستحلونه من المحرمات من المآكل التي حرمها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.